خالي العزيز عزمتيني على حفله موسيقيه، مبين شايف صفرتشان طمع طمع طمعني انه يبقوا المعازيم عندي اكبر وقت ممكن. عويدك عويدك عويدك، قولي لي المطربين كتار؟ ايوه. ليه؟ يعني كنت مفكر اني صير لي حصه معهم لاني الفت ولحنت نقفتين موشحه بياخذوا العقل، اسمه يا نسيم الليل. عنوان جديد. اما الموضوع بجنني، تتذكري ولاده اللي حبها الشاعر ابن زيدون وكانت زينه نساء قرطبة في الاندلس؟ القصه يا ستي انه في مكان ابن زيدون جالسا على الحشيش الاخضر المدركش بألف لون ولون، وفي يا ابن خالي العزيز بفضل بما انه الحفله مخصصه للمطربين الاصليين انه ناجل الطرب العائلي لوقت تاني. وما تنسى انه راح يكون بين المطربين الاصليين الاستاذ شوكت المصلي زميله العبد الحمولي. ياي ليش الاستاذ شوكت المصلي ببيروت؟ اوه عم بيتخطفوا يمين وشمال. تعريف عرفت عليه 2000 ريال مجيبي ثمن اغنيتين. يا بنت خالتي انا بغني لك يا نسيم الليل ببلاش. بلاش؟ ايه غاليه. ببلاش وغاليه. اليوم بكير وصلني رده للاستاذ شوكت، بدل الاغنيتين بغني 3 اغاني بس 2000 ريال مجيدي قليل. قليل؟ شو هالطمع؟ ما بقبل ثمن لغنائي الا وردي من باقي قروني. جميل الظاهر عنده نفحه شعريه. جدا جدا ما فيك تتصور قديش الاستاذ شوكت لطيف. هيديك اليوم كان عم يغني بصالون شيراز هانم، بتعرفها؟ شيراز هانم كيف ما بعرفها؟ صاحبة الرجلين الحلوين. بتعرف قديش طلب اجراء؟ زر رمبل فردي من سكربين. لا خيال وسع يا طب، خيال وسع جدا جدا. ها هيئتهم المعازيم وصلوا، استقبلهم يا موفق لبين ما نكون رتبت حالي. اتكلي علي اتكلي علي يا بنت خالتي. في شخص بدي يقابل الست. شو اسمه؟ ما رضي يعطيني اسمه، قال كتب الست اليوم بكير. هو المطرب العظيم، خليه يتفضل. هيدا زميلي. تفضل يا سيدي. شرف شرف شرف. بالحقيقه انا كتبت اليوم، يعني قلت له بقصد اول الخادم قال له شو هالقبره. بين من هيئه المطرب. لك شرف تسلم عليك. انا اشكال موفق باشا شرفنا معرفك الحضره. يا استاذ انت غني عن التعريف كبير. بالحقيقه يلي بفوت على هالبيت بتتغير قيمته. تفضل تفضل السرير تفضل. انا تعبان شوي لاني جيت بحنطور. اللي شو رايك بموشح اسمه يا نسيم الليل؟
وصل لحظه مع السفر قول راح لها اوهم بس ما تتصور قديش سعيد بمعرفتك يا كبير يا هايل يا شو هالعين العجيبه معقوله معقولة هيك لا أهلاً احتراماتي واعتذاراتي بعتذر اللي خليتك تنطر شوي زيادة عن اللزوم ما في منا التنطير يا ست تنطير؟ يعني أنا آسف إذا كنت أزعجتك ولكن أبداً أبداً شو هالتواضع؟ هيدي هي مثل الفنانين الكبار أنا ممنون اللي جيت قبل بوقت لنقدر نحكي قبل ما يوصلوا المعازيل انفكفك شي؟ أنا شايف الحنطور بتريد أقدم لك شي؟ بالحقيقة الإنسان ما بنقصه شي بوجودك فعلا الإنسان ما بحس إنه نقصه شي طالما إنه موجود تحت سما لبنان بلا برنيتة قش برنيتة قش دي تعلي مهضوم مهضوم أظن فهمت ما حتعطينا البرنيتة يا ستة بحب أسألك سؤال إذا ما في اتفضل ولا يا ستة أنا بعت لك بطاقة وصلتنا شيء بقصد قول لا ما وقعت بإيدي بطاقتي قصدي قول البطاقة يلي بعت لك إياها وصلتنا يا ريت بقدر بعرف إذا كان وصلتك ولا لا هو بالحقيقة أنا بعت لك بطاقة وصلتنا شيء بتريد جيب لك كباية لمونادا يمكن تريحك شوي لا أنا أسبق شوي تفضل ولو شو هالحب للي شو نمتلع بعض ما بقدر افتحكي والله عاد عم نضحف على في العالم يا ست أنا اليوم بعت لك بطاقة وصلتك شيء يا ست أنا اليوم بعت لك بطاقة وصلتني شيء جاني ليلي يا ست أنا اليوم يا ست أنا اليوم بعت لك بطاقة وصلتك شيء هيا بطاقة بطاقتي طبعا طبعا وصي أكيد حتعطيني البرنيطة الأشياء يا ست هذا الشعر هذا الشعر البديع هذا الشعر البراق ديش 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 حضرتك عم تحكي عربي؟ ليه بعد في حدا يحكي عربي؟ ما بيحكوا إلا بالألغاز أظن فهمتني لشيء أعترف معي إنه الموسيقى لغة من السماء نعم لغة لا أجمل ولا أبدع نعم مشاعر عواطف لهيب نار حرايق أهلا موزك يا سنيورة لا موزك يا سنيورة لا موزك لا موسيقى قل لي
كيف علاقتك مع عبدو الحمولة؟ مع مين؟ مع عبدو الحمولة. عبدو الحمولة؟ شو بشتغل هذا الحمولة؟ ما قلت لي شو قلت لك يا ساتر؟ علاقتك مع عبدو الحمولة. عبدو الحمولة علاقة معه ممتازة يعني. بدك تقولي أولت من يلي قبل أولت لأولت بعد بشرة، فبعت له بطاقة ما وصلي. بطاقة؟ أكيد بطاقة جميلة مثل البطاقة اللي بعت لي إياها حضرتك. تأكد يا أستاذ سأحتفظ بها إلى الأبد. شو البرنامج الأخرية؟ بطاقتك من أعذب ما قرأت. بس بحب اقول لك يا ست انه الطلب اللي طلبته اطلبه ببطاقتي. طلبت منك اطلب. ياي شو صاير عم شت؟ كلت شتتين. وانت مصر على اللي طلبته؟ وكل جوارحي وفوائدي. اذا ما في لزوم خليك تنطر اكثر من هيك، حرام. هلا وصلنا لصلب الموضوع. والدفع نقدي؟ نقدي. حاضر، نقدي. صار فينا ندفع نقدي ما دام حيعاونوه. وردة أكيد ما وصلتها بطاقة. أهلا قدمتكم الأستاذ الكبير. كرامتنا يا خانم. أستاذنا الكبير يا فنان يا عظيم. أدرح نفسي سامي شرشحت الأسامي. شرف لنا. أقدم لك نفسي موسى شلالة. شلالة شرف ما بعضي. شرف ما بعضه. شرف هالي تي شكل عيني مزبوطة. شرف كبير هذه الليلة من ليالي مسكرات. يمكن بيعرف عمي. وهلا اذا بتحبوا نتفضل عشنين. كل ممنونيه يا خانم. يا ست. نعم يا ست. نعم بيتي. بحب اقول لك انه في طلب صغير عندك، ولكن يعني اتفضل قول. ولا يعني بخاف ما تكون طلبي. بتعرفي حدا بيرفض طلب للاستاذ الكبير؟ يعني خوفان ما تكون طلبي جريء ومتطرف. يا دلي عم يتطلع بسكربيت. يعني انت بتعرف ان الفنانين كلهم شوازات. بعرف وانا شواز مثلا يعني. اتفضل قول شو طلباتك. يعني اذا ما حدا نبى له طلبه مدري شو بصير هون بصوت. والمعازيم اللي معدنيهم بحفل الطرب اتفضل قول شو طلباتك. يعني اذا ما سجعتيني احتي ما حبتسجع. يا دلي انا ردي ما عملتها السهره. خوف يعني طلب الشيء ما مقروف طلبه بتعرفي. اكيد بقت سهر. لا اهم يا دلي انا هذا الشهر. هذا الشهر البديع. هذا الشهر الرخام. هذا الشهر يجب ان يدخل في سجل التاريخ. هذا الشهر يجب ان يدخل في الجغرافيا وفي الانشاء. هذا الشهر. نعم هذا الشهر. أجل هذا الشعر هو شعر. نعم ما يكون بده شعر. شعرك بذكرني ببرنايطة قش قش قش. برنايطة قش دي تاني. ما تكون البرنايطة اللي كنت لبستها امبارح. هي بذاتها هي برنايطة بقى. بسيطة يا أستاذ. ولو طلبك بكرة بيكون عندك. بكرة لا، لازم أحصل على اليوم. ولو ما أنت شايف الوضع. أخ صوتي راح صوتي راح راح صوتي. لوين راح؟ ما بعرف هلا طير معي. أحول. لا هذا ما هو. طب وين راح صوتي؟ نعم يا فندم. دقيقة يا وردة. عند إذنك يا أستاذ. اصطد معي. البرنات تقش. شو هالطلب الاوريجينال؟ اذا تريد اشوفي لي صوتها لانه غير قيمة يعني. الو وعمي اللي ناطرني تحت. ما مزبوطة. ومنضلنا شوية بطبق.
طب والله ما مظبوطه ما مظبوطه عادي. معقوله هالعيله تحت 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 عمي 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 شو عم تعمل يا عمي؟ عم بطل لك هذا الصف تسترطور عمي يا عمي عمي الرأي وينهم يا عمي؟ عمي كنت تنفوستك بأول يوم عرفة تاكن يا حالة كنت تنعزم هاد هذا شو بين حالي هلا مضبوط ولا لا؟ مضبوط يا عمي عمي الرأي وينهم يا عمي؟ عمي رد علي يا عمي عمي الرأي وينهم؟ اتنزل زوجتك مو معول يا عم لا كتير كتير عمي بقي وينن يا عمي عمي بقي وينن يا عمي عرب هاي بس الطابور لا انفضحني يا شفتي يا استاذ ايوه جيبوا لك طلبة لا لسه ما جابوا لك طلبة يا عمي عشو عم تدوري على محل اتصال طلعت على الشباك حبيبتك بدك تكون بجيتك اقول له مين حضرته وحشة فتره حضرته بدك تقولي يعني هو بدي يكون واحد من الفرقة لا زكية اسم الله عليك يا حالة عرفتي شو زكية هيدا شرف كتير للي بيرافق الاستاذ وين بقية الفرقة موجودين خلاص حضرتك من بيروت من علي خان تشرفنا كبش القرنبل كبش القرنبل كمان كبش القرنبل هذا عنوان أغنية بتشنن الأغنية أغنية حل 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 وخطير الأستاذ الأستاذ نعمة أفندي أهلا أهلا شو رأيك تتعشى معنا اليوم؟ لا لا وين دخل مخيّر يا أخي تعشى تعشى إذا نفضل معي لننضم لبقية المجاوبي يا عمي يا عمي ما تروح يا عمي عم احكي بالرواق يا عمي عمي يا عمي انفضحني يا عمتي يا عمتي قلب الناطر ما عشان تعرف توطى يا عمي انفضحنا يا عمي قرناطة يا استاذ عفاك هذا الي هيدا برنادة حرير وين برنادة القشة غشاشة وين برنادة القشة معتالة وين هي وين برنادة القشة احتي يلا احتي عم قلك وين برنادة احتي لك صرفي وين برنادة العاملة دي احتي وين برنادة وين هي لك احتي يلا وين برنادة العاملة دي احتي وين برنادة تكيد لك وين برنادة لا عطينا البرنادة اللي عطيت ايدي يلا والبرنادة ايه ايه عرفتها عرفتها يلا عرفتها وين هي هديت الست لمدام الزغلو قريبتها هديتها لمدام الزغلو Yeah.
من في الحلقة وصلنا بدون من نرمان يا للي يا للا يا للا من دون من نرمان وصلنا يا للي يا أمان يا ربي أمان. حفظت دوستنا غائبة من هذا الصباح من شان شراء كفوفات. 12 ساعات يهو من شان شراء كفوفات. نحن نصنع كفوفات في ساعات معدودة. نسأل عن حضرة دوستنا هنا مش موجودة. هناك مش موجودة. وين بروح حضرة دوستنا؟ وين بروح حضرة دوستنا؟ نحن أفكار مشغولات يهو مشغولات. لازم حضرة زوجتنا في زيارة بدور خانم من شان تشريفات. جميلك فهم جميلك. نعم جيت المي سخنة يا حكمي لها تغلط في ضرعك. انتبه يا باشا المي سخنة كتير. مفهوم جميلك. نعم يا باشا. ايش كان حضرة زوجتنا لابسات هذا الصباح؟ فستانها جديد وبرلايتتها الان. هدية بدور خانم. نحن متأكدات إنه زوجتنا في زيارات على طريق علي. جميلك. نعم يا باشا. اذهبوا محلا إلى زيارة بدور خانم. نحن متأكدات إنه زوجتنا عند ابن. وأنا متأكدة يا باشا إنه من هوني. فلان بتكون متأكدات؟ متأكدات. لازم أنتم تعرفون أشياء. أبدا أبدا يا باشا. كيف تكونون متأكدات؟ صار لي ساعتين ببرم من محل لمحل وبيت ست بدون. ما جميلة خبيثة بياخد. هذا واحد بيسلي بيركب حنطور. يا صبر أيوب. ولن جميلة رشيمات. نحن ببعتكم من شان زوجتنا مش من شان سلطان أيوب. رايحة أمان يا ربي أمان. رايحة شو بيروح حضر زوجتنا يا هو. نحن أفكار مسؤولة. أمان يا ربي أمان. فتش عن المرأة. هواء دائما مشكلات. قسما في عظمة ربنا إذ كان زوجتنا هني خانم فايلت ثم فايلت. الحمد لله لازم زوجتنا. الحمد لله نحن أفكار مغلوطاته. ادخلين زوجتنا ادخلين. اعتذارات هني خانم. رجلنا في مياه ساخنات جميلات مش موجودة. رجالة وترتين ارمي. تقدمهم عزيزتنا. تقدمهم حبيبة قلبنا. ليش حياة؟ نحن زوجتين. أي مرأة؟ بيسأل لي مزاهن خانوم؟ حسرتكم يا زغلن باشا؟ مين؟ رجل بير أدم غريبة في ديارنا العميرة؟ نعم يا حضرة الباشا. ولن ماذا تريدون؟ بدي احكي مع الترنتان وامشي اذا ممكن. ولن اخرجن. نحن مش موجودات. مش موجودات لكن غائبات. ولن اخرجن. ولا طول بينك علي لحتى اسرح ترى تسلم شال حديث. ولن هكذا يدخلون على ديار بشوات. هلا ما بكفي انه قتلناه قتل بيت ستة بدور. انتم توجعت رؤوسنا. يمكن ميت برضو. نحن احتراقات احتراقات. ولن مين انتم وماذا تريدون؟ انا شوشو بيت وعمري 28 سنة وناطرين تحت 8 عربية.
ان دوم شوشو بي؟ نعم. بوز. بلا أمل بلا التربية بلا نزر ستر ليه هيك بقى بلا ضيوف؟ ضيوف؟ ولن انتم مش ضيوف، نحن لا نعرف الكلمة ولا نريد أن نتكلم الكلمة. لا تشوف علي يا رابا أنت سيبت أن نريد أن نسلمكم. إذن مع سلامك اخرج. هلا مين لك أن أنا جاي لعندك بالأول؟ هاها انتم مش بيجي عندنا؟ لا انا بيجي عند مدام حضرتي وكده. ولا انتم تعرفون حرمنا؟ تكلمون اكلهم تعرفون حرمنا؟ يعني بعرفها ما بعرفها. ما هذا الكلام يا هو؟ بيضاء سوداء اما بيضاء اما سوداء. ما بعرفها شخصيا ولكن في عندها غرض لازمني ضروري، قضية حياة او موت. اه حياة او موت؟ لازم احصل عليها حتى لما تأكد مش عارف ما تفهم ام لا. اه لازم انتم لصوص. لصوصنا الصرف. انا بفيت. لا احفظ انا من احسن لك يا ليل. ولن اخرج برا. انتوا برا قاعدين ببلادنا بتقولوا لنا برا؟ ياهو ياهو شوف لا تعيط وتشيط. يا مع الست رمضان وامشي رسلا. ولن مش موجودات. هلا خيط بغير رسلا انا مش موجودات. ولن نقسم بشرفنا، زوجتنا مش موجودة. مش معقول صارت الساعة مستنيين شو الحديث؟ ياهو ياهو مش معقولة لكن هذه الحقيقة. ما معقولة لا ما معقولة صارت الساعة مستنيين ولا صرت على ما. شو شو بير؟ آه يمكن ما يترجع له. احتراقات ياهو نحن غليان نحن. آه أنت ما بدك تعلي صوتك لحتى ما تسمعك السد. قال لي وين قطتها وانا بحكي معها. ولم ماذا تقولن؟ وشرف امي بحكي معها وانا مطمش عيونه ما معها. هل قال لي وين قطتها؟ ولم لك ليك انا حروح شوفها مهما ولم نبين انتم مجنونات يا هو. عم قال لك انا حشوفها مهما بتسالي فيه. انت لو فعلتم نحن نقتل حضرتكم ونحن نرتكب جريمة فظاعة شنعاء ما بتكفينا مشيكي. استنى يا هو استنى يا هو نحن نلبس ثيابنا ونعدل الكلم. هذا بيس أخلاق يوكا وانتكي. أمان يا ربي أمان. وش عم تعمل هان يا صهر؟ آه عم يغير ثيابه من هاي الأعلى تحت خلط وساعتين وما بعرف شغله. بده يكون هالبيت بيت أهله. مين؟ أبو أمين. أنا تحته عم تسأل مين ما هيك؟ اللي تحيا. نشوف هالبيت قد المهام. إلا بدي أرقص ولا بدي غني. يا ويلك يا سمعان ملا السهرة أو للحفل ضع عود وآخر الحفل ضع عصيدة. إن شاء الله عمر ما حلا نتجوز. أخ يا عين رحيم رحيم. ما هذا يا هو؟ لازم عصابة؟ ها 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 وين؟ وين رئيس عصابة؟ وين رئيس عصابة؟ ممنون يا ابني ممنون. وين رئيس عصابة يا هو؟ وين رئيس عصابة؟ أرمان يا ربي يا من؟ شايدة عقليتهم كابتلين؟ مش واحد من المعازين روح مهنة. أهلا البس ثيابك وعجل يا صهر بدنا نطلع العروس. انا طلعت يا بابا. فوتي فوتي يا بنتي فوتي. بس صحيتي يا بابا. خلينا ننزل يا غزبة. اسكت انت اسكت. هذا بيت حماكي وعدت له حب يعمل لنا قيمه ويقضي اول ليله عنده. جوزي شو 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 يا بابا؟ ورا البنابان عم يغير ثيابه. كيف عم برجف كل سوا يا بابا؟ انا رايحه يا بابا. يا بنتي انا فهم الموقف منيح، هيك كانت المرحومه امك ولذلك شعر اني بحاجه لك كلمه بهالمناسبه السعيده. وقفي وقفي يا بنتي وقفي. وانت يا صهر
اطلعوا ورا البرافان وتعوا اقف جنبي. هاي بسام من ساعات العمر الحاسمة. لا دخلك يا بابا، خلي شو ورا البرافان. طب الجرة على تم تطلع البنت لأمها الله يرحمها. خليك خليك يا صهر ورا البرافان، بس اسمعني منيح وانتبه. سمير. نعم. اعطيني علبة كبشوب قرنفل. حاضر. أب محلك. طيب. يا أولادي إنها يا نعمة أولك هي أولك وين حاطين هالكرتة؟ ولك هلأ وقته يا سمعان. وين؟ بجهنم. رايح جيبها يا نعمة. وين كنا؟ صرت عمي لعم. يا أولادي يا أولادي إنها لحظة سعيدة ومحزنة تلك التي ينفصل فيها الأب عن ابنته العزيزة. إن هذه الزهرة الفواحة أصبحت لك أيها الطفل العزيز، أحبها وأكرمها ودللها. لك أهل الضعمة بند ولا بكلمة. وأنت يا ابنتاه لك مني هذه العلبة التي تحتوي على كبش القرنفل، اجعليها دائما بقربك. كبش القرنفل يا ابنتاه فأل لكل خير. ولقد برهنت الأيام، ولقد برهنت الأيام. كنت شاعر اني بحاجه اللي كيف كلمه بهالمناسبه السعيده، لكن من الانسب هلا انه فوت النام. دخيلك يا بابا لا تروح تتركني لوحدي. الله يخليك يا بابا خليك. لا يا روحي لا ما حتتركك يا روحي. اهدي اهدي يا ملاك العيلة، اهدي اهدي يا غزولتي. يا نعمة يا نعمة يا نعمة هذا الكرت. ولك هلا وقته. فوتي فوتي يا رجلتي، فوتي فوتي نامي فوتي. وانتو تفضلوا ناموا يلا. هي اللي ما بلاقي تحكي ما فينا بمشي عربية حتدور. يلا انا هلا بلحقكم. تجيلي شوية حساب مع جنابه. هيدي بسموها قلة هيبة. ها يا لا في الأحس ولا حركة. لا يوم نام أنا عم بعمل خطاب العرس. يا ما في حدا عجيب. أنا يا مالي ما يصير دايمك معقولة. أنا عرفت كثير. مين عم بقدر أفهم؟ مين عم بقدر أفهم يا صهر؟ مين عم بقدر أفهم؟ أنت كمان؟ نعم أنا كمان. أنت عم ولا نسأت في سرتين؟ في هذه الساعة الحاسمة. خلصت مني 8 ساعات تزيزي وتزوز ليش وده الأكثر من هيك؟ عم لاحظ إنك عجيب وبلينة عرسك بلينة عرسك. يا عمي ممكن تروح تنام؟ ممكن بس بكرة بكير بكفتي حديثنا. عمي وعطس على البتفشل ترنفل. ما أنت تصبح على خير. خير؟ حدا بشوف حدا بشوف الخير؟ شايفين؟ هذا ما مزبوط حال. ما مزبوطة كل هالمشيت عشان برنايه طالع هيك شرطير. لا طلع ما مزبوطها كل هالحوادث عشان برنايه. طبطت من مكان الى مكان، من غرفه الى غرفه. عليكم حضرتنا اياكم والحركات. ولد بوقتنا طبعا اياكم والحركات. هي ولن انتم مسلمات خطيره. ارجعوا طبعا ارجعوا طبعا. أعطينا طبعات ونعطيكم طبعاً جات. ما هذا يا هو؟ ما هذا يا هو؟ هذه مأساة. لما كنت على طريق علي كانت في ستة معلقة البرنايطة بالشجرة. إجا حصان قتل البرنايطة بينما هي كانت عم تتنزه مع الباش الترتي. وماذا يهمنا نحن؟ أنت ما بهمك. أنا بهمني الست والباش ملزقين عندهم بالبيت ما بروحوا لحتى شوف لهم برنايطة مثل هي. كل من شن؟ أنشفوت الطاي تالي يا باشا. ولماذا لا ترجع أرملات إلى بيتهم من غير قبعة؟ لأنهم مش أرملات في أيديهم زي الجد. عندهم زوجات يتنزهون مع البشي. أصدق بالحقيقة شك حلو كثير حلو الشاب. خالدين زوجهم مغفلات مخدوعات. ونحن لحتى ما نخلي زوجهم مغفلات مخدوعات بيظهر في عندك برنايطة مثل هيك. برنايطة عشوا عليها شفاعة النعمان. كوكريكو. أيوة وهذا المسطرة طوطريكو. هو هذه القبعة زوجتنا
بيروح من شان شراء كفوفك ولا من شان تقديم طعام للحصان؟ امان يا ربي امان. نعم يا سيد. لازم يحصل فضعك، لازم طرف عن دماغ باين عم تقروي. ولم فلان؟ نعم يا عالفان. تفضلوا مع حضرتنا الى بيتك. نحن نسمع اصوات. مين خبرت الساعة؟ عيسى شو بيك معلم عبد الله؟ يتحدثون عن زوجتنا المطلوب، لكن نشوف ايش اخبار. مين؟ شو جاي تعمل هان؟ كيف شو جاي اعمل هان؟ ده بيت معلمي لزغلن باشا. لزغلن باشا معلمي؟ معلمك. وليه ليلتي؟ وانا راح تحتيت له كل شيء. اكيد حيروحها تستلتي. تضحكي يلا؟ انا عم تضحكي، انا عم تضحكي؟ جوزها؟ لا حيروحها حد مرات شهرات. يا ادم نزهو، اهلو تعطينا حرفه. شو اللي عم يجعل بالبيت؟ عطبت علي بياري. ولا أنا. أحسن هيك طمنتوني. كل هؤلاء الناس يقيمون في ديارنا العميرات. هذا بيت حضرتك؟ هذا بيته يا صهر النحاس؟ لا اوعى تخافس بيت عليهم. ولا تقولك عين عم تحكي. لا هاوس طماطي لك. لا هاوس. يا هاوس. يا رب انا هون ما بتكفي المشاكل، بتكفي من الملان. انا اقدر اطلع من هالبلد. يا هو انا ما بتكفي هون. يا هو علي فكر من طلع هيك يا جماعه. لا جماعه يلا ولا كلمه ابدا. خلاص لا تقولن باشا تفهم لذي قلنا باشا. اعتذار اعتذار. امشي يا غفور. عندي تذهبون قبل عودة حرمنا المفهوم. يمكن ما عم طايح انطور. لازم زوجتنا في بيت الكل. لا انا عندي رجال صفرة ما تصفرة شيء. وين وين بيت الكل؟ اوعى تدلي على بيتها بصير مسلخ. لا بخيرا ما عندي بقى عملت معا عملت ارجعوا مضيعة
بدي هلا استسرى فينا مشينا شوي. طب ليش رفض العربيات يا بابا؟ ان شاء الله ما تحطيني كيس ال 500 اجت عربيات وخياطه. ولا وين مره يا بابا؟ عدمك علم يعرف انا الحياه سميره. لا يا عمي لا، انا اللي لحقتك. لا كيف جيت اول مره؟ انا العربجي وصلني اول مره على البيت. يعني لف يا تونا بكير. فات الحمد لله على سلامتك، ترجع الثاني. يمكن يكون البيت قريب من هون يا بابا، مش هون زقلب. لا من فضلك هون زقلب. لا لا هون زقلب الحراميه. حلو، امشي بطريقك وتسال احسننا وخلينا ننام. حلو من اللي جواب، وهذا المفروض فيه انه يحرسنا. الله ينصر السلطان. يا عمي عمي عيسى الله افتح ومكتوب ها. الحمد لله يلي فعت مرة واحدة بزمانك. يلا نصر بعد نمرة ثمانية. يلا يلا شوفوا لي بعد نمرة ثمانية. هاي نمرة ثمانية. مضبوط مشوش وما عنده بواب، ونحن ما معنا مفتاح. بابا انا ما بقف في اللي راح ابقى بالعرب. لا يا بنتي فستان العرس، فستان العرس يا بنتي. عمي عادلوا الباب تطول. الريوف معنا يا صهر. شوشو بيت شوشو بيت شوشو بيت شوشو بيت. اسكت يا خواجه اسكت وخلينا ننام. ممنون يا ابني ممنون. انا مسرور انا وين شايف الوجوه هيدي وين. الواحد على كتر الشوق ما بيعود يفهم. يا صهر عدو صارك اسال عنك ولا عني. كانه بده يفتح لنا الباب يا بابا. هات لك. طيب مشوا معي وانا فرجيه بالكراكول. يلا يا زفت معلمي. نعم يا فندم. شفت لي معلمي شيء؟ وانت شفت لي صهر النحس. وانت شوف صار يسيع فين ادور عليه ما كنت بلاقيه. افتح لي الباب افتح لي الباب يلا. الباب لا شو البيت. الباب ممنوع منعا قطعيا. وليش ليكون ممنوع منعا قطعيا يا بارد؟ ليش؟ لانه في فوق واحد في ست. سهل 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 سهل. اذا في فوق واحدة سهل صرنا على بكره من غير برنايطة. في بيبات صهر شوشو ست غريبة وما انت ملوحة بالشارع ومن غير برنايطة. سمعان ليه يا سمعان بدنا نرجع على علي. خلاص يلا هيو حاجتنا انا ضبطه يلا نرجع. هيا لا 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 هيا 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 فسقان العرس يا ما تشده يا شباب. خلع لي ايدي يا بابا. ما تقيدي كل ايدي. احسن شيء نرجع على علي هلا هلا. يا عين بنص الليل. بنص الليل يا بدلل. ببدا ببدا يلا بك. وحيرجع ياخد كل شيء اجاني هدايا وصيغة يا بابا. بيا رجعت صغيرتي. لما سمعت بدكم ترجعوا يا بابا. عفوا عليك. طب على ابوك كيف ما تصدم مصر. عبد الله. نعم يا نعم يا فندم. اطلع اطلع شوف كل الهدايا والمساك من الصفراء الى الحمراء. لكن يا نعم يا فندم عبد الله عشان تسجل الهدايا. اطلع اطلع. ولو شال حكي معقول انا اضحي فيك يا غزولتي يا غزالي يا غزالي. كيف اسكت 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 ضربت فكرتك ولا دلوع منك. طب امشي يا عز فكك مرتين. يا بنتي يا حبيبتي مين كان يقول انه في بيه اخلاق شوشو بيت بورصه الا عنه شاب كويس واحواله منيحه وامواله بحبحين واراضي واسعين. وهيك صهر يا بنتي حرام انفلت مريضة. هذا كل ما هنالك. أف الحمد لله. شوشو مفصل مفتفتي يا عمي. نعم احملني. ضربت فكرة عبدك على حمله قال ما بتستحي اللي تحيا بل تحزن على حمله قال. أنا بحمله يا بابا. خلصي اخرس اخرس يا عيني يا رحمة. انت اخرس يا رجل يا بدا وحش يا رجل يا صوتي رمي دوتك بالشارع وفلت من محل لمحل. يا عمي دقيقة واحدة من الفاصل عند البيت مزرة وما بعدها وما بعدها مزرة. تعطيني المزرة يا بابا. البيت طلعنا بنحمة جديدة يا صهرنا العزيز.
يا عمي لازم باش عرف بيتي. لازم هذا بالست اللي عندي بالبيت والا ماذا؟ شيء الطبنجات والخليشي والمبيت عم تبص بص من عيونه. لا يا رامي يا فندي. يلا كل واحد يقعد. عبد الله يا اخي ما انت اللي اخذت خالص على امور العائليه. ما عادت غزولتك يا إش روح فتش على غيرها رجل خير. جايين تخلصوني من منتصفي بعد منتصف الليل. أنا بحتاج وبحتاج وبحتاج وبحتاج. احتجاجك مرفوض من ثم مرفوض من ثم مرفوض. يلا بس تعمل الأول أحسن شيء. شو بدحي يا جمال كفيات لا تسكت شو ما في غير الحراس روح نايم مثل بقية الحراس. انا بعرف ان الحرامية اللي بتسهر. انا راي عيد الست اللي عندها بالبيت. بابا يلا ترجع على يلا ضبطتك.
هربتم ها؟ أنا هربت قال هربت قال أنا بهرب وين؟ وين بدي تم؟ لا بدي فوق لشوي دافئ لازم زوجتنا عندي تم لا ما في حدا ما في حدا اسمع مني ما تتعصب ما حتلاقي ما تتعصب ما حتلاقي بعرف إذا عندي أنا هون بدين بحمي مع الخبر ما تريد خبر؟ حيوان المطول ولم تقص الشبط ده الغيوم يوم شتايوت هلا جاي تعلمني إلي على الشتا ولا تشتي انت تشتي غضب امان يا ربي امان لازم انتم مقبولات يا هو مجنونات يا حبيبي نحن قبل ما تشتي عنا بتقلنا بربع ساعه يا ربي امان ولا حريص ولا حريص حريص طريقه ها هذه الاصوات مش غريبه عن حضرتك يا سيدي هذا اللي اخذ بقى سالت يعني انت طلعت عندي على البيت ما لقيتها محل ما قلت لك ما حط طايق يا سيد مع التبريتة تبريتة اذا ما في سجارة اذا تريد امان يا ربي امان لزغلول برشا حرامنا المصون؟ هيدا مرتين؟ نعم يا باشا حرامكم المصون يا محترم في افهم يا باشا شو عم تعمل بنص الليل بالأزلفة؟ فلتين فلتين لتين بهالعمر يا باشا بهالعمر ما بتصحي عحالك لهلأ بنص الليل بالأزلفة؟ جانين طايف جانين طايف يا حرام شو مظلومي يا حرام لبستكم بعض كنت خنوم كنت خنوم روح ما تحكي معي يا خاين هيك بتتركني اجي من عند بنت عمي جهان خنوم بنص الليل يا باشا لوحدي كيف إليك قلب كنت خنوم كنت خنوم انتم ذهبتم من شان شراء كفوفات وغبتم 14 ساعة مش معقولات يا هو مش معقولات يا حلي ما قرطت على راسي ليه شو بدك اكثر من هيك ما بدك فينا الهجيكي ولن اذا ما زعت الخوف انا كنت حياك كنت اكلناها حتى في الكراكول الى اول بعد اخر لولا الاسماش حكمت نسمع عنهم كثيرا ما اوصفهم تشرفنا نعمة افندي ما اوصف يوسف شيء بدك تقول انه شاب طويل هيك بدك تكون يا صهر توضح الامور بالكراكول فهمنا كل شيء حرجعلك البنت روحي لعند زوجك يا بنتي ولك يا عمي هالست هادي البرنيطه البرنيطه فكي لابسات قبعات معلش هذا ادرش ما بيعرف يحكي اعتذارات كنت خنم نحن اصدر مغلوطات يا هم يا خنم تاني مرة إلي ملك على البرنيطة واسمع مني من هلا ورايح فلا نصايح مثل مرة تسلم الجرة معقولة كل هالحفلة برقش الطود بتاعي تاني